لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. انهيار زوجة الغانوشي بعد تمديد إيقاف الغانوشي وقياديون من حركة النهضة 4 أشهر إضافية. انهيار زوجة الغانوشي وصدمت جميع كل محبي الغانوشي بعد قرار قاضي في محكمة تونس العاصمة اليوم الثلاثاء تمديد فترة إيقاف زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغانوشي لمدة 4 أشهر إضافية وسط حالة من الحزن الشديد على زوجته أمام المحكمة. وأن القرار يشمل أيضا قياديون 2 آخرون من الحركة في القضية المرتبطة بإطلاق تصريحات اعتبرت تحريضية ضد السلطة. ويبقى الغانوشي 82 عاما وقياديون آخرون بارزين من الحركة من بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وسياسيون من المعارضة في السجن منذ نحو عام لتحقيق في قضايا تربط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة. وهذا التمديد الثاني في الفترة الإيقاف الذي تقرره المحكمة وصدر حكمان في قضيتين منفصلتين ضد الغانوشي. الأولى تربط بالتحريض ضد الأمن وحكم فيها بالسجن لمدة 15 شهرا وخطية مالية بنحو 300 يورو مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 3 سنوات. وفي الأول من فبراير الجاري صدر حكم بالسجن على الغانوشي وأسعاره المتواجد خارج البلد رفيق عبد السلام لمدة 3 سنوات في القضية المرتبطة بتلاقي الحزب لتمويل أجنبي في حملته الانتخابية لعام 2019. كما ألزمت المحكمة الممثل القانوني للحركة بدفع خطية مالية تعادل التمويل المتحاصل عليه من الخارج والمقدر ب 1.170 مليون دولار. وتتهم حركة النهضة وأطياف من المعارضة السلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد منذ إطاحته بالنظام السياسي في 2021 بتلفيق طعم للمعارضين والسيطرة على القضاء.